واضح انه في ثقه اول شيء بنفسك. شوفي قضيه الثقه شيء كثير مهم، بس في المقابل يمكن اكثر احنا في وسط على بنحكي اعلامي وفنانين، قضيه التواضع وهي لازم تكون ملازمه للثقه، فواضحه عند مروه. مروه الان شوفي انا دخلت لك على الجوجل وسمعت وعرفت واشياء، يعني كنت متحمسه كثير، سمعت صوتك انا كنت احكي انها اخذتنا لعالم ثاني في صوتها. هلا مروة يعني كانت لها خطوة جريئة جدا، مش يعني انت رحتي لدا فويس، بس انت كنت في الاصل ابنة المهرجانات ومن رحم المسرح ومن رحم يعني المهرجانات الموسيقية العربية. كيف اجتك الفكرة وهاي الجرأة؟ انت كنت في فترة مشهورة ومعروفة وبتغني في اوبرا وبتغني في مهرجانات وعلى مسرح، كيف خطر على بالك تروحي لدا فويس بعدين؟ كان الفترة خطوة جريئة، كانت الفترة دي كانت وقت الثورة عندنا في مصر. وزارة الثقافة، أنا كل شغلي دايماً ببقى مهرجانات دولية، بمثل مصر في مهرجانات، يعني ليا شكل في الحفلات اللي بقدمها. فوزارة الثقافة والحفلات بتاعتنا اتأثرت بشكل كبير وقت الثورة، فبناء عليه أنا كنت هولت ووقفت تماماً إلى حين اي تغيير بيحصل في ظروف في الوضع كله في مصر. وقتها تعرض عليا الفكره، ما بقتش بفكر في انك انت رايح تكسب او في كومبيتيشن، ما بقتش عارفه الظروف بتاعت اللي هناك ايه، ممكن اكسب ممكن لا، هل يا ترى في شفافيه او ما فيش. لكن بقى عندي هدف واحد بس، ان العالم العربي كله يعرف ان في صوت مصري محترم اسمه مروة ناجي. ما بقاش هدفي خالص انك رايح على مكسب طبعا، وسبحانك يا رب، يعني ربنا كان هو اللي عوضه كبير، ان كل الكل تعب السنين اللي فاتت. الناس دايما بتتعرف من في السيمي فاينل وفي الفاينل بتاع الحفلات، انما ربنا اراد ان من اول حاجه غنيتها الآية فجأة والضفة اتقلبت، فجأة بقت الناس أعلى نسبة مشاهدة، أعلى نسبة بحث، ففجأة كأني أول مرة غني في حياتي.